استاذ محمد عادل، حركة 6 ابريل. استاذ محمد عادل، متحدث اعلامي باسم حركة 6 ابريل. استاذ محمد، ازيك يا فندم؟ عامل ايه؟ الله ربنا معاكم. انتوا اللي عاملين ايه؟ الحمد لله كله احنا تمام. قاعدين على الكنبة بنفطر وما بنعملش حاجة، انتوا اللي بتعملوا كل حاجة. انا ربنا يخليك يا استاذ، بس انا طبعا بستاذن بس الزملاء في الحركة اللي انا بعمل المداخلة ديت خاصة، بستاذنهم عشان اسماء محفوظ. بس انا عندي بصراحة سؤالين للواء عادل مرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري. إذا قام القضاء العسكري بكل هذه السرعة في نظر قضية أسماء محفوظ، في نظر قضية لؤي نجاتي، ده يرجعنا لبيان المجلس العسكري، كذا بيان المجلس العسكري، واللي قال فيه إن لن يتم محاكمة أي من الثوار أو أي من الناشطين العسكري السياسيين أمام القضاء العسكري. السؤال اللي هو ليه الآية رجعت تاني، وليه المجلس العسكري ما وفاش بوعده بأن الناشطين السياسيين مش هيتم إحالتهم أمام القضاء العسكري؟ ليه بيتم ادخال القضاء العسكري واقحامه في قضايا ليست من تخصصه بل من تخصص القضاء الطبيعي؟ والله يا استاذ محمد، ده كان السؤال القادم للاستاذ حسام عيسى، لكن للاسف الخط قطع، يمكن نعاود الاتصال بيه. انا مش فاهم، انا ما اعرفش. عندي سؤال تاني بس برضه للواحد. عندك انت تفسير يا محمد؟ انا ما فيش تفسير اللي بيحصل، بس انا عندي سؤال تاني غريب، يعني من امبارح من اول ما اسماء كلمتني وقالت لي حصل الجلسه. طب قوله يا محمد، قول. احنا قدمنا بلاغ للنائب العام بخصوص التحقيق معانا او التحقيق مع اللواء الرويني، اذا كان في حد فينا. ايوه انا بقولته في التلفزيون ده. تمام. هو النائب العام قال لنا راجعوا للواء عادل مرسي رئيس هيئه القضاء العسكري. ما حدش عبركم خالص. دلوقتي اكثر من اسبوعين ليه ما تمش التحقيق مع اللواء الرويني في الاتهامات اللي وجهها لنا؟ هي الاتهامات دي يا استاذ محمود مش اساءه سمعه مصر، مش اساءه سمعه الثوار، ولا هو مادام بنقرب من حد ماسك مهمة كبيرة في البلد يبقى ما ينفعش يبقى هو فوق القانون؟ يعني أنا بطلب التحقيق، يعني حققوا معانا، يعني لولا كده، لولا ما فيش هيتم، مش هيكون في تحقيق ما بين من أجل معرفة الحقيقة وتحقيق مع اللواء الرويني في الكلام والإشاعات اللي هو بيقولها ومش حقيقة. أعتقد إن إحنا يعني هنرفض كمان إن إحنا نبقى حتى شهود أمام القضاء العسكري كمان. يعني احنا مش متخيلين ان القضاء العسكري بقى بيختار دول يجوا يتحاكموا معاهم ويتحاكموا عندنا، ودول لا ما يتحاكموش بالرغم من ضغط التواصل. يعني حتى اللحظه ما فيش اي نظر في قضيه القضاء في قضيه اللواء الرويني حتى دلوقتي، وما فيش اي نظر، والكلام والاشاعات نازله، واحنا قدمنا بلاغ في نفسنا. والله يا محمد، محمد انا زيك بسال السؤال بالظبط، زيك بالظبط بسال السؤال، ليه البلاغ ده ما اتحققش فيه؟ وليه جابوا اسماء ووائل ولؤي واللواء حسن وحققوا معاهم بسرعه؟ والله ما انا عارف حاجه يا محمد، والله انا ما فاهم حاجه، ابقى غلطان. شكرا يا محمد، اشكرك. اسم محمد عادل، متحدث باسم حركه 6 ابريل.